السلام عليكم، كي دايرين المتتبعات ديالي؟ لاباس عليكم نتوما، على خير وبخير. كنتمنى ان شاء الله هاد الفيديو يلقاكم سانك سانك وما مرادش وما مروحين. شو ما فيكمش سخانه، شوكم ماشي كي دايره. غبرت عليكم البنات، ولكن عارفين نتوما اخر مره كنت حطيت معكم الفيديو راكم شفتوا الحاله الصحيه ديالي كيفاش كانت، وصوتي كيفاش كان، وداك الشيء المهم. دابا حتى هادي شي حاجه اللي هي روتينيه، يعني راه كلشي مروح وكلشي فيه السخانه وكلشي كيكح وكلشي حالته حاله، الله يجعل ربي يحد الباس ويصاوب من عنده. المهم غبرت عليكم، حتى غبرت البنات، والله ما لخاطري صراحه. هذيك المرضى صعيبه ديال هاد المره، واخا هي غير نزله ديال البرد اللي هي عاديه، ولكن راها طحطحات عباد الله. نتمنها شويه. بنيتي الصغيره حتى هي تقريبا دابا دايره شي سيمانه باش راني نجلسها من المدرسه. اتصلت البارح بمالي من المدرسه باش على اساس نصيفطها، قالوا لي من الاحسن تخليها حتى تبرى، راه عندنا النسبه ديال الغياب كثيره، وجاتهم مع الامتحانات. قال لك صافي غادي نعوضوا لهم، زعما راه حنا غادي نعوضوا لهم هاد الامتحانات وهذا الشيء. كنسد جاني البرد حيت قاصه قبل تسرجب، وهذا ما كان عرفتي. دابا هذا هو المشكل، وان الجو شميشه فيه، ولاني هو في نفس الوقت بارد وفيه السمراء. الله يجعل ربي يرحمنا برحمته ان شاء الله، وطيح شي شتي وهي اللي غتحيد علينا هاد المرض. المهم اليوم البنات صراحه ما عنديش الخاطره ديماس كامله، ما عنديش، راكم عارفين مع المرض مع هذا كيجي كلشي روتيني، كلشي كيولي ونيت راه يعني ما بغيتش نعطيكم شي طاقه سلبيه، راكم عارفين ديما نضعكم النشاط. المهم راكم عارفين دابا الاغلبيه دابا كيحس بالملل، كيحس بالعيا، هذا المرض هذا الشيء. المهم انا اليوم غير باش ما نبقاش غابره عليكم، غنحاول انني ندير معكم شي حاجه صراحه، غندير معكم شي حاجه كما درتها غادي تقبلوها مني. ما عرفتوش واش غيكون روتين ولا وصفه، وحق الله العلي العظيم. يلا غادي نطفي دابا تليفوني وعاد غنفكر غندير معكم، حتى دي يومين وانا كنفكر في الفيديو، يعني شنو غنعطيكم في الفيديو، شي حاجه تكون محفزه، شي حاجه ما نكذبوش على بعضياتنا، لان ديما هادو اليوتيوبرز وهادو المؤثرين كلهم كيحاولوا انهم يعطيو طاقه ايجابيه. انا كنقول لكم كيحاولوا حيت هذه الحقيقه، يعني ديما كنعطيوكم صوره اللي هي غير الصوره، كان باش زعما هذاك المتلقي نحاولوا اننا نفيدوه بشي حاجه. ودابا المتلقي ما كاينش، فين راه هو المتلقي؟ كيقلب غير على المشاكل وعلى التبرقيق وعلى الخوا الخاوي، ما بقاش كيقلب على شي حاجه اللي غتنفعه، ولا شي فكره، ولا يدي شي وصفه، ولا يدي شي نصيحه يديرها في حياته. لا 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 لا, لا. المتابع خلاه هذا الشيء كامل ومشى فواحد الطريق اخرى، في الطريق ديال الناس اللي كتكذب، الناس اللي كتعطي شي بعض المسائل مغلوطه، كيمشيو مع الناس ديال المشاكل، مع الناس ديال التبرقيق معاه. مهم وما خفي اعظم، ورا اليوتيوب عامر بهذا الشيء، بلا ماشي انا اللي غادي نقول، ولا شي ظواهر مؤخرا ولات كتبان، لا اله الا الله محمد رسول الله. المهم انا ما غاديش نحاول نناقش داك الشيء، كل واحد الله يعاونو في قناته، وكل واحد الله يعاونو في المحتوى اللي كيديرو، كيفاش الطريقه اللي باغي يخدم عليها. ولاني كتشوف بان نتوما اللي كتفرضوا علينا شنو نعطيوكم، وما ما عرفتش والله، ما بقيناش عرفت انا بعدا شخصيا، ما بقيتش عرفت المتتبع شنو بغى. وحق الله ولا كيبان لي بانه بغى التفاهه، وبغى الخوا الخاوي، وبغى التبرقيق، وبغى بعض المشاكل مفتعله. يعني راه ما كاين، كيكونوا الناس كيطرحوا بعض المشاكل ديال حياتهم، هي ماشي مشاكل حقيقيه، يعني بمجرد هذا اش غادي نقولوا، خشبه ديال المسرح كيحطوا عليها مسرحياتكم ومسرحياتهم، والمتتبع يعني كيبقى جمهور اللي كيصفق وكيطلع الادسنس. هذا الشيء اللي غادي نقدر نقول. المهم غادي نشوف شنو ندير معكم، غادي نبداو على بركه الله، وشنو ما درتوا اليوم غتقبلوا عليه. غنبدا معكم من الاول حتى التالي. المهم البنات، اول حاجه بديت بها نهاري وهي النصيب، دزت هنا درت شويه ديال الحيمه، راني كنت هاد المقطع راني سجلته قبل ما نجلس نهضر معكم، باقا بحوايجي ديال النعاس. درت الحيمه، درت عليها بصله صغيره ما تكثروش البصله، وثلاثه دروس الثومه، والقناريه كانت ماما منقيها لي الله يعطيها الستر. صافي درت اللحم لتحت، الثومه والبصله، القناريه منقيه دقه وحده، غنطيب كلشي. سكينجبير ديروه بزايد، جوج معلقات كبار، وتقريبا معلقه ونص ديال سكي ديال البزار تكون صغيره، معلقه صغيره وشي شويه، وشويه ديال الزعفران والمليحه. صافي هذا هو النصيب ديال القناريه، هكا حنا كنصبوها، ما كنديرولهاش مطيشه، ما كنديرولهاش ربيع، يعني هذا نصيب فاسي 100%. هذا الحامض
غادي ندير حامض ماشي مصير، الحامض العادي والزيت البلديه، يعني ما غنطيبهاش بالرميه غير بزيت البلديه، وغادي نرويها بالماء، غادي نسد عليها وغادي نردها تطيب. مره كنقول لكم نصيب فاسي، مره كنقول لكم نصيب مكناسي، كل مره كنقول لكم صافي. رديت الكوكوط ديالي كطيب ودرت شويه ديال الفلفله كتشوى هكا، كنخلط الحمراء والخضراء كتجي بنينه باش غادي ندير بها التكتوكه. والغدا حدو هنايا وما غنعاودش نشارك معكم منه حتى شي حاجه. صافي دابا غادي ندوز باش نجمع دويرتي، راكم عارفين يعني التهويه ضروريه في هاد الايامات هذا ديال هاد ديال المرض وديال داكشي، يعني التهويه وتشمعش شمشوا الغطاء وتشمشوا الفراش، حاولوا تحيدوا مره مره الكوفرليات وداكشي تصبنوا. المهم التهويه تكون ضروريه سيرتو هاد الايامات، راه الشمس نيت كاينه الله يجعل ربي يرحمنا. صافي دزت هكايا جمعت غير السيجور ديالي، ولات كتصبح لي صراحه الدار البنات مرونه بزاف، لان كنتهد في الليل ما بقيتش صراحه كنقول لهم لا جلسوا ولا رصوا ولا هذا. بنتي الكبيره راكم عارفين دابا الامتحانات، كتبغيش تجلس ليا في البيت الصغير، يعني اختها كتكون تما كتلعب كتجيني للصالون كتجلس تحفظ وداكشي. المهم خليهم على راحتهم صراحه، لا ما خليتوش وليداتكم على راحتهم في دارهم، فين غادي يكونوا على راحتهم. دابا الاغلبيه ديال الوليدات ما بقاوش كيخرجوا الزنقه كما كتشوفوا، ما بقيناش كنخليو وليداتنا يخرجوا الزنقه، ما بقاتش الثقه، ما بقاش الامان في الزنقه، ونزيدوا نحبسوهم حتى في الدار صراحه ما جاتش. يعني الواحد يخلي الوليدات يلعبوا وياخذوا راحتهم، كلشي كيبقى في بلاصتو، اللي غيتصبن راه غيتصبن، واللي غيتشطب راه غيتشطب، وما نحاولوش اننا نديروا لهم الحبس وهما في الدار من اجل ان الفراش يبقى متول ولا مجبد ولا مسمق. لما درناه درناه لوليداتنا، درناه لراسنا، درناه نتمتعوا به، ما درناهش للبراني ولا الضياف. اياه مرحبا بالضياف وعلى الراس والعين، والاحسن حاجه وارفع بلاصه يجلسوا فيها والمخيره كلها ليهم، ولاني حتى وليداتنا عندهم حق علينا وحنايا عندنا حق على راسنا. يعني ما درناه غير لينا نتمتعوا به، كاينه غير حياه وحده بتليتها الموت كما كيقولوا. صافي غادي نكملوا شغيلتنا هكا، مسح غبيره من لهنا، دوز تطبا من لهنا، راكم عارفين يعني دابا ماشي كنوريكم كيفاش ديروا الشغل، بالعكس كنعطيكم تحفيز. انا من بين الناس اللي كتنوض في الصباح حتى هي وتقلب على الروتينات عند عند هكا اليوتيوبرات، عند هذا كنشوف هاد الروتين هادي وناخذ منه هذا وكنتحفزوا وكنبغيو نديروا شي حاجه. المهم هنايا دوز شويه ديال التصبين كان عندي هنا، وكنت غسلت حتى هذا، درت حتى الكوفرليات تصبنوا. صراحه انا عندي غير الماكينه العاديه، ما عنديش الاوتوماتيك اصلا، ما عنديش لانستالاسيون ديالها هنا في الدار، منين خدينا الدار ما كانتش لانستالاسيون ديالها. وجمعت السيجور ديالي بحال هكا، يعني غير جمع عادي عاد عولا ندير واحد التخميله نيت ونبدل الطلامط الزربيه وهذا الشيء، ولاني المرض ما خلاناش، مسحت شي طبايع كانوا عندي تما بلانجيت. ودز دابا باش نجمع بيتي صراحه، كتعجب كيعجبني هذا البيت كبير، هذا غير البلاكار اللي لقيناه في الدار وما خلاص غير سكتو. انا كل لقيت واقيلا كنت درت شي ستات الماريوات في الدار بحال يهزوا لي الربل. ايوا صافي دزت هنايا كان طويل غطاوات، وكخا كان طويل كنخليهم صراحه غير فوق الناموسيه والسرج محلول لهم. بحال اليوم راني ما طلعتهم شي تشمشوا، بحال هكا نهار كنشمشهم ونهار كنطويهم، وهذا ما كان سطح بعيد. وصراحه قوه الغطاء ديالي ودبناتي وهذا والله الا ديك طلعها هبط كتمرت، ولاني ما عندنا ما نديرو، ما عندنا لين عليه، يعني التهويه والشمس مزيانه للغطاء، مزيانه للحوايج، مزيانه للدار بالخصوص، وان هذا المرض هذا كاين وداير، يعني من الاحسن بنادم يهوي ويشمش. المهم البنات اختكم كتلهت والله العظيم مع هاد الحوايج بزاف، وهاد ودابا كتبدا تتحرك، انا بعدا كنبدا نتحرك كنحس براسي راني عاطي الصهد، كنعراق راني دغيا حيت كنصور دايره عليا بينوار، وما من كنكونش كنصور ما كنكونش دايره بينوار، كنعراق. شوفوا البيت اللي هي باقي مظلم، مسكينه بنتي باقا صغيره ناعسه، سهتها هاد الرواح والله حتى سهتها. المهم كنشارك معكم شقايا كما قلت لكم قبيله، راه ماشي معنيت ولا شاركنا معكم شقا الدار بانكم كنعلمكم ديروا الشغل او لا، خلاتها بشرى فلوغ ولا راكم ما كتعرفوش، كنعطيكم يعني تحفيز، كنشاركوا معكم يومياتنا. المهم هاد الهضره نبقاو نقولوها ديما ونعيدوها ونزيدوها، وكاين بزاف ديال الناس كيبغيو هكايا، كيبغيو يشوفوك شنو كديري في دارك كيفاش كتقضي. المهم راكم عارفين الدار ديما جمع هنا جمع هنا جمع هنا، طويل غطاوات دير هادي، شمشهم نهار كنشمشهم نهار كنطويهم الصراحه. التصبين راكم عارفين يدو في يدخل كما كيقولوا، بحال دابا اليوم عندي التصبين راه صبح ليا الخبز، ما عجنتش عندي الخبز صبح ليا، وكما شفتوا رديت القناريه كانت ماما الله يسهل عليها منقياها لي، هذيك كتجيني ساهله، رديت القناريه واللحم في الكوكوط دغيا سديت عليهم راهم كيطيبوا وصافي. يعني بقات لي الصاله انا نوريكم، راه ما غاديش نجمعها، شوفوا على روينه فوق منها، راكم عارفين دابا الامتحانات وهذا، بنتي ما كتقدرش تجلس في البيت، قال كي تجيها كيخنقها كيخصها تجلس هنا تحفظ. قلت لها انتي هالصاله
الا ما قزتيش فيها انت وخديتي فيها راحتك، انت ما كاين شي واحد احسن منك اللي غيقز فيها. هذا هو الخطا الشائع اللي كنديروه كامل. خلاتها اسماء بيوتي، ايوا حيدو من الصاله، خرجوا من الصاله، ما تشربوش فيها اتاي، ما تنختي فيقي في الصباح حطي فيها الفطور انت وراجلك. سبت واحد دابا نشارك معكم شي نهار شي روتين ديال الصالون. ها الطاقه بدات كتجيني، انا بديت كن هنا شوفوا هنا بديت كنت انسبيرا غير من راسي عاد بالاحرى الى المشاهد. المهم الصالون كنبداو نخليوه لا حتى يجيو الضياف، لا ما تدخلولوش، لا ما تجلسولوش، يا ويل الراجل يدخل في يقز فيه، يا ويل انا راه ديما سالتي مرونه الصراحه. الا نعسو هاد السدادر يسهل الله نديرو سدادر اخرين. مولاها الله الواحد هو اللي يعيش حياته طولا وعرضا في دارو. اللي شوفوا شكون دار الطلامط انا، شكون دار السدادر انا، وشكون غيتبرع فيهم البراني؟ لا اختي نتبرع فيهم انا. يلا نشوفوا شنو غادي نديرو. المهم نصيب هنا نصبت، والغدا ملي غيوصلوا وقتو راني ما صافي تكيتيكا غادي نديرها، راكم عارفين التكتوكا بطيشه والفلفله وصافي. وغادي نشوف الا كاين شي حاجه مورا الغدا عاد غادي نشاركها معكم ان شاء الله بحول الله. المهم ما بقاش نقول لان انا حاطه كاميرا وشنو ما جا في هذا الفيديو انتم معايا فيه. ودابا البنات من بعد ما تغديت وجمعت غدايا دزت غادي نصاوب واحد شغنقول لكم، يمكن قرشاله، يمكن خبزه، يمكن كيكه. خلاتها بنتي كيكه ديال القراش. المهم واحد اللعيبه كتعجبني كتجي كثيره، كناكل منها انا وكنعطي منها لماما وكتبقى. المهم غنحتاج كاس ونص ديال العنبه بالعبر، كاس ونص ديال العنبه ديال الحليب، كاس ونص ديال الزيت، كاس ونص ديال السنيده، معلقه كبيره ديال الجنجلان، معلقه كبيره ديال النافع، ثلاثه جوج بيضات في هذا في الخليط، وحده للدهن، الفرصة على حسب يعني الدقيق على حسب الخليط، تخميره معجونه بزايد المليحه، هذا الزا مزهر، وثلاثه ديال الخمارات. وهنا راه ما حطيتش الماء بلاتي غادي نوريه لكم، يعني الماء تقريبا جوج كيسان من هذا العبر هذا، بمعنى يعني اربعه ديال الكيسان ديال العنبه وشويه ديال الخل. صافي هادو هما المقادير اللي غنحتاجو. الزبده غير باش ندهن هاد المول هذا، راه عندي فيه 38 في القطر ديالو. بالنسبه للجنجلان والنفع غنديرهم شويه في المقله يتسهضوا باش كيعطيو داك المذاق اللي كيكون فايح، وكيجيو عاطين المذاق بزاف، سيرتو النافع كيعطي مذاق بزاف. وتقدو هاد المساله ديروها حتى في القراشل. صافي غناخدو واحد الاناء ولا زلافه ولا بانيو ولا فاش ما بغيتو، فاش ما كترتاحوا تخدموا بلا بروتوكول، يعني خدموا بطلاقه وبطريقه عاديه في الكوزينه، يعني البروتوكول راه كيصعب. غندير جوج بيضات اللي غادي ندير لداخل، ومع داك النافع والجنجلان غنزيد عليهم كاسونس السنيده والزام زهر والمليحه. وانا كنعاود لكم المقادير وانا كنهضر. صافي غادي نحاولوا اننا نضربهم غير بالضرب اليدوي مزيان، ونزيدوا كاع السوائل اللي كاينين. غنزيد الزيت اللي هو كاسونس بقياس كاس العنبه، وكيبقى هاد العبارات على حسب المول اللي عندكم. انا هاد المول هذا راه كبير، وعندي كاسونس ديال الحليب اللي غيكون دافي. غادي نحاول انني نخلط كل شيء، صراحه كتجي زوينه واقتصاديه وحسن من القراش اللي كنبقاو عاد قرص كل وحده بوحدها وهادي وهادي. المهم غنزيد هنا تقريبا معلقه كبيره ديال الخميره معجونه. انا راه كنستعمل الحبيبات، خرجت الحانوت ما لقيتهاش عنده، خديتها هادي باش نقضي. وغادي نزيد الحليب، هو كيبان لكم دافي يعني شي شويه ديال الدخان طالع منه. غادي نخلط كل شيء، وغادي نزيد جوج كيسان ديال الماء اللي غيكون حتى هو دافي. يعني دابا السوائل كلهم درناهم، غادي ندوزو للنواشف اللي غادي تكون الطحين. صافي غير الطحين اللي غنزيدوه مع الخمارات. الطحين عينكم ميزانكم، تقريبا انا كتجيني فحال ما غتشوفوا يعني القوام ديالها كيجي بحال الكيكه، القوام ديال الكيكه. صافي غنبقى نزيد الفرص شويه بشويه، وانا كنخلط انا كنخلط حتى المرحله التاليه غادي نزيد الخمارات بثلاثه. ويمكن لكم ديروا غير جوج خمارات لكان المول صغير وتنقصوا المقادير. انا كنهضر على المول اللي عندي راه فيه 38 سنتيم في القطر، يعني راه كناكل هنا والجيران. المهم البنات ضحكوا ونشطوا، مولاها الله مراد مراد، مخنخنين مخنخنين، مالين مالين، وما عندنا ما نديرو نفوجو على بعضياتكم، نتوما فوجو عليا وانا نفوجو عليكم. صافي غادي نبقى نخلط هكا ياك حتى قلت لكم تولي عندها القوام ديال الكيكه. خلاص الخماره في هاد الوصفات كتكون هي اخر حاجه كنديروها، وديك المساله ديال الخل يعني غير باش كيجيبها هشيشه وكتنفخ كتجي صراحه زوينه. صافي غادي نبقى هكا يا مستمره بالتحريك، وغادي نزيد الخل والطحين. زوينه هاد العباد اللي شريت للطحين صراحه كتجيني زوينه، كنحس راسي بحال شي مول الحانوت. والفنا كنشوفها غير عند مالين الحوانت ومالين الزيتون ومالين العطريه. مشيت عند مول ما لقيتها كتباعو غير بخمسة دراهم صراحه، خديت وحده الفرس وحده هذا الطحين هكا الفينو اولا الدقيق الكامل، والله الا نفعاتني. وصافي غادي نحاول انني ندهن ديك المول ديالي بزبيده، يعني كتبقى الزبده احسن كتجيب وفتي وكتجي حتى مذهبه.
وصافي هذا ما كان البنات، وقع لي واحد المشكل صراحة مع هاد الكيكة، هو انه جاني واحد الاتصال هاتفي في الواتساب ونسيت راسي، وحتى تشوفوا شنو غادي يوقع في التالي. وهذا هو من بين النصائح اللي غادي نقول لكم، يعني انا كنلقى في الحقيقة ندير مود دافيون منين نكون كنقضي الشغل. الواحد يدير مود دافيون والله، ولا يحيد الويفي ويقص يقضي شغله باش ما يشدوا حتى شي واحد، لان عندنا الاوقات كتختلف ما بين الدول والبلدان، وداك الشيء كيشدك شي واحد نيت كيخليك بلا شغل، او لا كتصدقي خارجه يا على الغدا يا على الخبز يا على شي حاجه. ولاني ماشي مشكل، دازت ماشي مشكل، صافي غادي نخليها تخمر. انا راحت الحل بارد، شعلت لها الفران، دفيته وطفيته ودخلتها، راه هانتوما شوفوا الحجم ديالها راه تضاعف. صافي غادي ندخلها دابا الفران سخون اللي راه سخنته، وغادي نشعلها العافيه غير من التحت، غنخليها حتى تطيب وتقبل راسها، عاد غنخرجها ندهن لها وجهها بالبيض. يعني الا دهنتو لها وجهها بالبيض من النوبه الاولى غادي تهبط لكم وتطفس. صافي هنا دايره نص فرد البيض، شبع شويه الخل، ودرت له واحد سويتك ديال نسكافيه، غير شويتك ماشي بزاف. او صافي هانتوما خصكم باقا كتشمر، يعني حتى حسيت بانها الترويحه مشات وعاوتاني رجعت. والله ما عرفنا شنو هاد العجب هذا، الله يجعل ربي يحط الباس. غادي ندهنها مزيان، ندردر عليها الجنجلان، وغادي نردها طيب. وهي فرحه ما تميت، خلاوها المصريين واتساب وما يدير. المهم راكم عارفين، غتكونوا عرفتوني شنو وقع ليا. المهم انتما مع نهايه الفيديو. المهم البنات القرشاله ديالنا وجدات، والصراحه تحرقات ليا شويه البنات، انتما ما عندي ما ندير لكم. المهم نتوما غادي تصبطوا لها البال باش ما تحمرش هكا بزاف، تبقى اللي نديرها ذهبي. هي راه ماشي محروقه محروقه، يعني راه غير طابت بزاف. المهم راه كندير مبردات. المهم نتوما خليوها ذهبيه، وهذا سبب كل البنات الواتساب. ملي يكون عندكم شي شغل واخا يصوني عليكم اللي بغى يصوني، ما تردوش عليه. هما انا صنيتو على شي حد نيت اللي ما عنده ما يدار، مشى الخبز، مشى الكيكه، مشى العالم. المهم انا غادي نقطعها نوريكم كيفاش جات. الشكل ديالها كيجي زوين الصراحه. هانتوما نقطع لكم واحد المورصو اللي كبير، هي كتجي زوينه واقتصاديه، فيها زعما زعما بزاف ديال، كتحط بزاف تاكلي انت والجيران والعائله. انا كنضحك معكم البنات، والله الا كتجي زوينه صراحه، غير حاولوا انكم ما تخليوهاش تحمر بحال هكا. انا راه فات لي فيها، قلت لكم تلهيت مع الواتساب وفات لي فيها الطياب. هانتوما ها كيفاش كتجي، كتجي زوينه وصافي. هذه هي قرشاله كيكه، ولا المهم نتوما حسبوها كيما بغيتو تحسبوها، قرشاله كيكه. المهم شي حاجه يردوا البال مع الفران، الله يعطيكم الصبر، ردوا لها البال مع الفران باش تجي مذهبه. ما عندي ما ندير، يعني صراحه هذه هي الحقيقه، وهذا الشيء اللي وقع وخصني نشاركو معاكم. يعني كانت غادي تحرق ليا ولا بريسك تحرقات، ما عندي ما ندير، هذا الشيء اللي عطى الله. المهم البنات هذا هو الروتين ديال اليوم، كنتمنى انه يعجبكم، تقبلوا عليا، تقبلوا على هذيك اش غادي نقولوا قرشاله ولا الكيكه اللي درت. المهم شي حاجه كون ما شي شويه تحمرات كثيره. المهم نتوما ردوا لها البال مع الفران، وهذا مكان، وهذه من بعد المسائل اللي زعما كنصح بها العيالات، هو انكم وياكم والتليفون وياكم، بنادم المثالي اللي ما عنده ما يدار يشدك في الواتساب، مولفه كندير الكيت وكنقضي الشغل، مشيت غصت كنهضر وخليت كيكتي حتى تحرقات ولا قرشالتي. المهم شي حاجه راح كتجي زوينه، غير جربوها وصافي. كان هذا هو الفيديو اليوم، كنتمنى انه يعجبكم، تخرجوا منه بشي طاقه ايجابيه، بشي فكره، بشي هضره، بشي حاجه، بشي تويشيه، تعليق اللي بغيتو، خذوا راحتكم. المهم ما تبخلوش عليا لايكاتكم، ديزلايكاتكم لا، هناتنا اليوتيوب من الديزلايك. واحد مولات الديزلايك ما عرفت فين غبرات علي فيا الضحكه، وقصد ربي قهر على اليوتيوب. المهم ما علينا، جري تسمح لي، راه غير بغيت نقشب معاها حيت كنعرفها. المهم قضى عليك اختي اليوتيوب، ما عندي ما ندير لك. المهم انا غير ضحكه معاك وصافي اختي، مولات الديزلايك والله العلي العظيم، زعما والله كلك في العوان، حرامك من ديك المتعه ديال انك ديري ديزلايك. المهم البنات تحبوناش من ديزلايكاتكم، من ديزلايكاتكم ولايكاتكم، تعاليقكم زوينه. كنتمنى اللي دخلت معايا جديده تهبط لتحت تضغط على زر الاشتراك باش يبقى يوصلها الجديد ديالي. نخليكم على خير وبخير، طيعوا معايا تجيني الطاقه الايجابيه باش نبقى كل نهار نحط لكم، اولا نهار نهار لا، ولا يومين يومين لا. المهم راه كيوقع الملل، كيوقع الضجر، كيوقع الروتين كما قلت لكم، والمرض دارها اكثر، هذا الشيء اللي كاين. يلا نخليكم على خير وبخير، كنتمنى نكون فوجت عليكم، كنتمنى نكون خفيفه على قلوبكم، وحتى الفيديو الجاي ان شاء الله.